عندنا الرجاء الاستاذ عبد الحميد مالي والتقويم الدكتور اسماعيل فايد من سموحه مع احترام الاستاذ عشان العقيد ايمن من الانتاج الحربي، الاستاذ فتحي عبد الكريم من بتروجيت، عميد علي غيب من اتحاد الشرطه الرياضي، كابتن اسمر تيمون من وادي دجله، اللواء محمد سعد من حرس الحدود، اللواء محمد سعيد من حرس الحدود، المهندسة فاطمة عبد الكريم من غزل المحلة، الكابتن احمد الصغير من الجونة، الكابتن مصطفى النادي من انبي، الاستاذ هاني رشاد من الاهلي، الاستاذ حسين مع الاهلي كده واحده واحده.
بتاع الساحل ده هيروح من مصر. مجموعة زمان. هادي المنيا. Thank you.
جبلي سموحه الشحنيه الاتحاد السكندري الرجاء المقاولين العرب مصر المقصر الجونه الانتاج الحربي غزل المحله. المجموعه الثانيه الزمالك اسماعيلي المصري بتروجيت القناه المنيا اتحاد الشرطه تليفونات بني سويف وادي دجله طلائع الجيش حرس الحدود. المجموعه الاولى الاهلي انبي سموحه الداخليه الاتحاد السكندري رجاء طابون العرب مصر المقصه الجونه الانتاج الحربي غزل المحله. المجموعة الثانية الزمالك الإسماعيلي المصري بتروجيت قناة المنيا اتحاد الشرطة تليفونات بني سويف وادي دجلة طلائع الجيش وحرس الحدود.